والله ما في حاجة آمنة يا خالتي في الوضع، والله الأمان في وجه الله بس، أما الحمد لله ربنا يحمي هالناس. شوفي كيف الدمار، كل الناس سابوا الخيم والوضع يعني حرام عليهم. الدول وين الدول؟ ليش هيك سايبيننا؟ يعني أنتوا حرام عليهم، حرام عليهم هالأطفال، بتتقطع مالهم ذنب اللي بيجوا من هان ومن هنا، وكل الدنيا دمار دمار. طلع يجي يشوف، صور يشوفوا، حرام يعني يعملوا لنا حل، يروحونا على بلادنا، يروحونا على دورنا. اما هيك الناس مش اللي بتقعد وبتتمركز ولاقوا مكان ولاقوا، طب وين هلقيت يروحوا؟ فيش مكان امن، فيش مكان امن بالمره. بريت الوضع سيء، والوضع بالمره بالمره مأساوي. أنا ست مرات رحلت، أنا ست مرات رحلت من الشمال للجنوب، لا البريج، لا المغازي، لا الانصارات، لا رفع. والآن أنا جاهن، أنا جيت وين بدي أروح؟ أنا مراتي مريضة مش قادرة تحكي حاجة، يقول لي طلعنا، أقول لها من وين أطلع؟ أنا وين أروح؟ لقيت أنا بتمنى الموت، لقيت بتمنى ربنا يعني يستخيرني عنده، لأن وأنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل على اللي جابنا هالاراضي هذه، ونعتذر على الدول العربيه والاسلاميه اللي ما بوقفوا معانا وبحلونا. يا ناس انا مش عارف اروح، انا مريض، انا زوجتي مريض، انا 14 نفر، انا مش عارف وين، انا السيارات مش لاقي قد اطلع، وانا والله ما معي فلوس اني اطلع واروح واجي، والله ما معي. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا من ناشد الدول العربيه والاسلاميه، ومن ناشد الله انه يطلعنا بعين الرحمه ويخلصنا من هالحروب هذه.